يعني بالبداية شكرا جزيلا على الاستضافة. أنا أعتقد بأنه مقتدى صدر وتيار الصدر بشكل عام أصبح بارعا في وضع قدم داخل المعارضة السياسية وقدم داخل الحكومة، بالتالي هذا التيار بدأ يتطور كثيرا خلال السنوات الماضية وبدأ يخرج عن السياقات الكلاسيكية التي يتم تصنيفه على أساسها. بالتالي اليوم هذه الضغوطات التي يمارسها تيار الصدري بشكل واضح وصريح على الحكومة العراقية تأتي من دوافع سياسية واضحة للحصول على مكاسب ومناصب ووزارات داخل الحكومة العراقية. اليوم هذا الضغط الذي يشكله تيار الصدر من خلال التظاهرات أو من خلال الضغوطات السياسية داخل الحكومة هو محصلة ل 54 مقعد من أصل 329 مقعد حصل عليه التيار، وهو أكبر كتلة موجودة داخل البرلمان العراقي. لهذا هذا الوزن الانتخابي أو الوزن السياسي داخل البرلمان أهل التيار الصدر لكي يقوم بمناورات كبيرة داخل الحكومة وأن يحرج القوى السياسية برؤى يتبناها التيار نفسه من أجل الحفاظ على مكاسبه. وهو إن سألت التيار حول الانتخابات المبكرة هو أكثر التيارات اللي ممكن أنه يذهبون بهذا الاتجاه بسبب جمهوره شبه الثابت العقائدي يؤمن بزعاماتية القيادة الصدرية ويؤمن بالخط الصدري. لهذا اليوم تشوف التيار الصدري مفتوح الخيارات على الساحة السياسية العراقية بشكل كبير واسع، وبالإضافة لفراغ القوى السياسية الموجودة في كثير من المحافظات عن الفراغ يعني طيب دكتور عفوا يعني هنا على المقاطعة، عندما يهدد مقتدى الصدر الأطراف السياسية بمظاهرة مليونية، هل ما زال بإمكانه فعلا تحريك الملايين كما كان في الفترات السابقة؟ يعني بالبداية خلينا أقسم معاك الجمهور بشكل عام اللي كان متعاطف مع الخط الصدري واللي هو الجمهور بشكل عام العراقي اللي كان عنده إشكالية إلى حد ما مع المواقف الإيرانية في العراق، لأنه كان التيار الصدري في لحظة من اللحظات يندد بالتدخلات الإيرانية داخل العراق، بالتالي كسب التيار الصدري جمهور من خارج الدائرة الصدرية يعني دعم مواقف التيار الصدري. لكن اليوم بعد إعادة ترميم العلاقة بين التيار الصدري والصدر نفسه والسياسات الإيرانية داخل العراق خلال الأشهر والأسابيع الماضية، الكثير من المتعاطفين مع الموقف العام للتيار الصدري تراجعوا عن هذا الدعم المعنوي، بالتالي اليوم الصدر هو يحرك اتباعه فقط لا يحرك الشارع الذي كان يتعرف معه. لكن هل المليونيه يمكن ان تتحقق؟ هذا السؤال جدا مهم. قبل اسابيع من الان حاول التيار الصدري ان يجري مثل هكذا تظاهرات في بغداد وبذل جهود كبيره وفشل في تجميع هكذا رقم مليوني كما يدعي تيار وانصاره، بالتالي في اليوم الذي لحق هذه محاوله المليون قرر الصدر في تغريدة مباشرة أن يثبت للجمهور العراقي بأنه هو فاعل مؤثر على مستوى التظاهرات، وأمر أتباعه بشكل غير مباشر بالانسحاب من التظاهرات لإثبات وزن التيار الصدري وأتباعه داخل التظاهرات، وفعلا حدث خلل جسيم على مستوى الساحة. نعم الكل لاحظ ذلك. دكتور سؤال أخير باختصار لو سمحت، لكن من خلال هذه التهديدات ألا يؤدي ذلك إلى تأزم الوضع أكثر ما هو متأزم أصلا؟ يعني فعلا هذا النوع من التصعيد يؤدي إلى تأزيم، لكن إلى أي حد يمكن أن نبحث في مصداقية هذا التهديد؟ أنا أعتقد بأنه إذا حصلت تسويات سياسية مع التيار الصدري ومع الأطراف السياسية الأخرى من السهولة أن يتراجع التيار الصدري عن مواقفه المتشددة، وبالتالي يمكن تسوية الأمور سياسيا قبل الوصول إلى مرحلة التهديد المباشر أو تنفيذ التهديد. نعم أشكرك جزيل الشكر الدكتور علي إغوان أستاذ جامعي وباحث في مجال العلاقات الدولية، كنت معنا مباشرة من الموصل.